صباح النور دكتورة سامية، منورتينا بالأبيض. تسلم يا رب، تسلم. صباح الورد. يا أهلا فيك. بداية، الطفل العنيد أو العناد، هل هو طبع أم سلوك؟ وهل يمكن أن يكون وراثيا أم هو بالإجمال مكتسب؟ تمام. هلأ إذا بدنا نيجي نحكي عن الطفل العنيد، هو أكيد مش طبع وهو سلوك، وهذا السلوك بتعدل. فكلمة طبع إحنا بالعامية يعني دائما بنحكيها هو طبعه هيك، بس هو طبعا الكلمة هذه مش صحيحة، هو بالآخر سلوك، والسلوك أكيد أكيد طبعا بتعدل بأكثر يعني من طريقة. كيف بنعدل؟ أما إذا بدنا نحكي هلأ في أكثر طبعا من طريقة. الطريقة الأولى واللي هي تسمى علميا بالعزل. العزل يعني أني أنا بدي أسحب منه إشي هو مثلا بحبه كتير، مثل مثلا لعبة، مثل إشي هو دائما بحب يروح يعمله. ممكن إذا بنطلعه دائما بنعمل له إشي هو بده إياه، فإحنا بنقول له إذا أنت عملت الإشي اللي بتحبه إحنا بنعمل لك الإشي اللي أنت كمان بتحبه. أو إذا إحنا عملنا الإشي، أنت عملت الإشي اللي إحنا بدنا إياك تعمله، اللي هو نعدله بالسلوك الثاني اللي إحنا بدنا نعدله فيه. يعني مثلا هو كتير مثلا ما برد على الكلام، صار يرد على الكلام، فبالآخر إحنا نعمله اللي هو بده إياه. بس إذا هو ما برد على الكلام فإحنا ما رح نعمل اللي هو بده إياه. هاي أول طريقة. أما الطريقة الثانية، لما يعمل إشي كتير منيح أو يعمل إشي السلوك اللي إحنا بدنا إياه كمان يتعدل، فهون منسميها المقايضة، يعني منعطيه عليه هدية أو منعطيه عليه مكافأة. نعم. الإشي الثالث إنه إحنا نوديه عند أخصائي نفسي إذا إحنا ما قدرنا نتعامل مع هذا الموضوع، لأنه الأخصائي النفسي هون رح يوصل للسبب الرئيسي اللي خلاه يوصل لهاي المرحلة. لأنه بعدين هذه الاضطرابات بعد فترة إذا هي ما تعالجت رح توصل لمشاكل كتير كبيرة، ورح يوصل إنه هذا السلوك يصير يعني أساسي في حياته، ويأثر عليه كمان في حياته في التعامل مع نفسه ومع الناس، فرح يتطور بشكل كتير كبير عنده. يعني الاختصاص النفسي كأنه مرحلة متقدمة من العلاج ومن العناد في فترة معينة أو عمر معين. العناد فيها طبيعي، أما إذا تجاوز العناد هذه الفترة فقد يصبح مرضيا. لنتكلم عن الأعمار لو سمحتي دكتورة، هل تختلف سبل التعامل مع العناد مع اختلاف العمر؟ أكيد طبعا. هلأ بس يعني حسب، يعني هلأ هو بالآخر نفس الطريقة، بس في عندك يعني مثلا طفل الست سنوات أو الخمس سنوات بيختلف عن الكبير. هلأ الكبير يعني أكيد مش هنقول له حنسحب منك لعبة صغيرة مثلا، أو حنسحب منك إشي كتير بسيط. فهي بالآخر بيختلف عمريا بالإشي اللي إحنا بدنا نكافئه فيه، أو بالإشي اللي إحنا مثلا نسحبه منه. فهي هذا هو الموضوع اللي إحنا بنقول إنه هون إحنا بدنا نستعمل هيك أو هون رح نستعمل هيك. هو نفس الأساليب، ولكن تختلف الأمور اللي إحنا بنسحبها أو الأمور اللي إحنا بنكافئه فيها عمريا. طبعا بتختلف بالعمر إذا كان صغير أو إذا كان كبير. هلأ هو بيكون كتير طبيعي بعمر 3 سنوات لعمر 5، لأنه هو لساته عم بتعلم، لساته بده يوصل للإشي اللي هو بده إياه، فأكيد رح يكون بده يعاند. بس كمان الطفل كل ما كان أصغر كل ما كان أسهل إنه إحنا نخفف العناد عنده. بس كل ما دللناه أكتر وأعطينا اللي بده إياه وعملنا له اللي بده إياه، لما يبكي مثلا أو لما نشوفه مثلا تغير تعامله معنا إحنا كأهل، فرضا ممكن يكون له فترة طويلة الأهل ما إجاهم ولد، فبيجيهم ولد فبدللوه كتير، فبشو ما يطلب بيعملوا له، فأكيد العناد رح يزيد عنده. لأنه هو خلص كل إشي هو عم بياخده. فدائما الأسباب نعم، يعني مقابل دلال يمكن أن يكون هناك خوف زائد عن اللزوم. يعني الأم تخاف من هذا العناد لدى طفلها، فيقوم هو بردة فعل عكسية ويعاند أكثر. ما رأيك؟ تمام. هلأ هو ممكن يعاند أكثر لما تكون الطريقة اللي إحنا عم نتعامل فيها غلط. ليش؟ هلأ مثلا لما إحنا بنشوفه هو عم بيعاند فرضا، ومنقيم منه إشي هو بحبه مثل ما حكينا العزل، تمام؟ هلأ هون أنا بدي أبين له أني أنا كمان بحبك. هلأ الطفل دائما كمان إمتى بيعاند؟ بده اهتمام. فإذا إحنا ما أعطيناه هذا الاهتمام، ما ورجيناه أنه إحنا منحبك، حتى لو أنك أنت عملت هذا السلوك اللي مثلا مش حلو، أو السلوك اللي إحنا ما منحبه أو الخاطئ،
بس احنا منضل نحبك. فهون بينا له انه انت لساتك مهم، احنا بالعيلة كلياتنا بنحبك، عشان ما يلجأ كمان لحدة تاني، هاي اولا، وما يزيد العناد عنده. فدائما لازم نهتم بالمشاعر، ما نفصلها لما هو يغلط عن يعني حبنا له. فلازم دائما نورجيه انه احنا بنحبه، ودائما نورجيه انه احنا قريبين منه، مش لانه عمل اشي غلط خلص هو سيء. نعم. سؤالنا الأخير، كنت دردشت مع زميلي محمد عن إيجابيات العناد، يعني قريت حتى مقالة لبارنتس.com، موقع parents.com، تقول إن الطفل العنيد هو بالإجمال ذكي ونشيط، ما رأيك؟ هلأ نشيط، أكيد نشيط، كل الأطفال بكونوا نشيطين، يعني مش بس الطفل العنيد. يعني لو حكينا الطفل العنيد هو رح يكون حرك، لأنه هو بده يأخذ الإشي اللي بده إياه، بده يعمل لفت انتباه، بده يتحرك في المنطقة اللي هو فيها. فهذا إشي كتير طبيعي، الأطفال كلهم نشيطين. هاي علامة صحية كمان. طبيعي. احنا منخاف دائما لما يكون زيادة النشاط عنده. صحيح. يعني مش عم بيهدى ابدا، مش عم بيقعد ابدا، ومنخاف كمان من اللي بيكون كتير هادي زيادة عن اللزوم. بس في مرحلة عمرية اللي بيكون الطفل لسه عم بيكبر، عم بنضج، فطبيعي كتير يكون حرك، مش حيكون طول الوقت قاعد او ما يتحرك. الهدوء الزيادة هون بالعكس هاي علامة خطر، هاي مش علامة صحية ابدا. الاهم ما نخاف، يعني كل هذه السلوكيات قد تكون طبيعية والتعامل معها بأريحية. الاختصاصية النفسية التربوية الدكتورة سامية جبري، كنت معنا مباشرة من عمان، شكرا لك. شكرا لكم.